قال رئيس حزب الإصلاح في المهرة سالم السقاف إن المهرة تمكنت من إفشال مخطط لجرها إلى مستنقع الصراعات السياسية والمناطقية والفئوية، وأحبطت محاولات تشكيل ميليشيات خارج مؤسسات الدولة. وأضاف السقاف في حوار مع موقع الصحوة نت أن علاقة حزب الإصلاح في المهرة مع السلطة المحلية ممتازة، وأن هناك لقاءات وزيارات لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة في سياق تعزيز الأمن والاستقرار بالمدينة. لفت رئيس إصلاح المهرة أن الكثير من أبناء المحافظة يديرون بعض المؤسسات في جميع المستويات الإدارية والأمنية، وأن لديهم الكفاءات، وأن هذه خطوات متقدمة في إعطاء الفرصة لأبناء المحافظة في ذلك، مثمنا في الوقت ذاته دور سلطنة عمان في دعم المشاريع بالمحافظة وكذا الدعم الإنساني.